تعلمت العديد من دول العالم ظاهرة فلكية نادرة، وهي مرور كوكب زهرة بين الشمس والأرض، حيث ظهر كنقطة سوداء لا ترى بالعين المجردة. وقد تمكن الكثيرون من التقاط صور في غاية الروعة. يذكر أن هذه الظاهرة لن تتكرر قبل عام 2117. سحر بن سليمان. في ظاهرة لن تتكرر قبل 105 أعوام، مر كوكب الزهرة بشكل مباشر بين الشمس والأرض. أثناء مروره بدا الكوكب كنقطة مستديرة صغيرة وداكنة تتحرك ببطء عبر النصف الشمالي من قرص الشمس لمدة تزيد عن 100 دقيقة. يعد نجم الصبح أو الراعي الكوكب الثاني في ترتيب البعد عن الشمس، وهو أقرب الكواكب إلى الأرض وأشدها ضياءً. وجه المهتمون بالفلك أنظارهم إلى السماء من كل القارات لمتابعة واحد من أروع الأحداث الفلكية، مستخدمين منظارا أو نظارات خاصة. مرور الزهرة بين الشمس والأرض هو الثامن منذ اختراع جهاز المنظار، وهو أيضا المرور الأول الذي يحدث في وجود مركبة فضائية على الكوكب. عندما تمر الزهرة بين الأرض والشمس وتشاهد ذلك انطلاقا من الأرض، سترى أن الزهرة تعبر قرص الشمس ببطء شديد، ونسمي الحدث بعبور الزهرة، وهو نادر جدا. حصل سنة 2004 ليتكرر بعد 8 سنوات، ولمشاهدته ينبغي انتظار حلول العام 2117. بهذه الطريقة نعرف المسافة بين الشمس والأرض. إذا كنت تجهل المسافة بينهما، فإنك لن تعرف المسافة بين النجوم أو حجم المجرة أو حجم الكون. إذا كنت تجهل المسافة بين الشمس والأرض، فإنك لا تجهل حجم النظام الشمسي فحسب، بل حجم ومسافة الكثير من الأشياء ما عدا الأرض. مرور الزهرة بين الشمس والأرض هو الثامن منذ اختراع المنظار، وهو أيضا المرور الأول الذي يحدث في وجود مركبة فضائية على الكوكب. يتعلق الأمر بالرحلة الثانية بعد عبور عام 2004 وبالعبور الأخير خلال 100 سنة القادمة. من أهم مراحل العبور مشاهدة تأثير ما يسمى بالدمعة المظلمة، وهي لحظة انتهاء العبور الكلي، وظاهريا يعكس المشهد حدث تلامس بين قرصي الزهرة والشمس. تابع الملايين ليلة البارحة وصباح اليوم ظاهرة مرور كوكب الزهرة بين الشمس والأرض في حدث يتكرر كل 105 أعوام. خديجة جمالي. نقطة صغيرة مستديرة وداكنة تمر عبر وجه الشمس، هكذا بدا كوكب الزهرة وهو يعبر بين الشمس والأرض في حدث لن يتكرر إلا بعد مرور أزيد من قرن، تحديدا سنة 2117. سعيد لمشاهدة هذا الحدث غير الاعتيادي. تلك واحدة من الظواهر الفلكية النادرة التي يترقبها ويراقبها الفلكيون باهتمام لإنجاز عدد من الدراسات والملاحظات. لم نكن نعرف المسافة الفاصلة بين الكواكب والشمس بشكل محدد، وبفضل هذا المرور تمكنا من ضبط المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والشمس. هذا المرور يعد الثامن منذ اختراع التلسكوب، كما أنه أول مرور يحدث في وجود مركبة فضائية على كوكب الزهرة.